بسم الله نبدأ. عندي هنا 6 حبات بطاطس قطعتها إلى أنصاف، وعندي هنا 2 دجاج راح قدير. بسم الله نبدأ. عندي هنا 6 حبات بطاطس قطعتهم وخليتهم على جنب، راح نسلقهم في ماء وملح بقدر الضغط 10 دقائق. وهنا عندي 2 دجاج حطيت سلقتهم أيضا في ماء وملح وشوية بهارات، واللهم صل محمد سلقتهم ربع ساعة ونتشتها وخليتها عندي بهذا الشكل. عندي أيضا بقدونس وكزبرة وجبن موزريلا وشيدر وبهارات، طبعا البهارات من بهارات ثمر العقيلات، وملح وبقدونس وكزبرة وبقسماط وحليب وبيضة، هذه لتغطية كفتة الدجاج بإذن الله. يلا الآن أخذ البطاطس ونسلقهم في ماء وملح ونرجع لكم خلص بقية الطبخة. هنا بعد ما سلقت البطاطس في موية وملح على طول نهرسها وهي حارة، لازم وهي حارة، إذا بردت راح تصير متعبة شوية في الهرس. أهرسها وأرجع لكم. هنا خلاص بعد ما هرست البطاطس وصارت عندي جاهزة بهذا الشكل، خلاص زي ما قلت لكم لازم هي حارة، خلاص صارت عندي بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. يلا نبدأ نضيف المكونات الباقية. نضيف الملح، بهارات مشكلة، البقدونس، جبن الموزريلا، الدجاج، ونقلب مضبوط. خلاص بعد ما خلطت كفتة البطاطس وصارت بهذا الشكل عندي، شوفوا كيف القوام متماسك وجدا جميلة. ممكن تحطونها أصابع وممكن تحطونها أقراص، براحتكم، كل واحد يختار الشيء اللي يناسبه. شفتوا إذا صارت عندك عجينة كفتة البطاطس كذا، عرفي إنك راح تاكلين كفتة بطاطس من الأخير ولا غلطة. يلا نبدأ نقرصهم ونرجع لكم. وهنا تقدرون تسوون كفتة البطاطس على شكل أصبع أو كورة أو كورة مسطحة، براحتكم. الطريقة سهلة كالعادة، تاخذين قطعة بهذا الشكل، هذه كورة، النوع الثاني كورة مسطحة، هذا الشكل، النوع الثالث الأصبع يكون كذا بشكل أسطواني، شكل أسطواني بهذا الشكل مع برمل، خلاص ويصير عندي زي ما شفتوا 3 أنواع. اختاروا منها الشكل اللي تبغونه والشكل اللي يريحكم بالشغل، براحتكم. خلاص الحين اللهم صل محمد راح أحطها في الدقيق، بعدين البقسماط بالضبط. هنا عندي الدقيق اللي راح اغمس فيه كفتة البطاطس، وهنا البيض والحليب خفقتهم مع بعض، وهنا البقسماط ممكن كوري المتوفر عندكم استخدموه. اول شيء لازم الدقيق بهذا الشكل على اساس تعطيكم طبقة بحيث انها ما تفرط معكم كفتة البطاطس في الزيت، هذه اهم حاجة. بعدها في البيض والحليب، بعدها بسم الله في البقسماط، خلاص يكون كذا جاهزة عندي وبهذا الشكل. خلاص شفتوها، هنا عندي الزيت حار بعد ما طلعت الكفتة من الفريزر. خلاص نبدأ الآن نقليها، أهم حاجة إنكم ما تحركونها، خلوها حتى تطلع فوق هي من وحدها.
خلاص بعد ما جمدت الكفتة عندي وصارت بهذا الشكل، صارت جامدة، دخلت الفريزر وخلاص. نحطها الحين في علب بلاستيك وبينها كيس بلاستيك وخلاص، وقت ما تبغون طلعوها وتقرونها على طول بالعافيتين. خلاص بعد ما أخذت كفتة البطاطس وحطيتها في علبة بلاستيك بين كل طبقة والثانية كيس بلاستيك، آخر شيء نحط مناديل ونقفلها وخلاص. كذا تكون جاهزة عندي وعلى طول بالفريزر، وقت ما تبون طلعونها 5 دقائق وتقلونها في زيت حار وبالعافيتين. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد ما خلص معكم كفتة البطاطس جربوها، وعلينا وعليكم بألف عافية.